فقراتنا مشاهدينا راح نكون عم نتناقش بموضوع مهم اللي هو العلاقة بين الحمى والكنة اللي بطبيعة الحال دايما بتحمل بعض التحديات. شو بتطلب العلاقة بيناتهم لتكون علاقة صحية؟ رح نتناقش أكثر بهذا الموضوع مع ضيفنا الدائم والمميز الدكتور رائد محسن، أخصائي إرشاد زوجي وعائلة. صباح الخير دكتور، صباح أهلا الخير وسهلا فيك. عليك، صباح الخير الكل اللي عم يشاهدونا، شكرا. أهلا وسهلا. بداية، العلاقة بين الحمى والكنة دايما نسمع بهيدي العلاقة، شو التحديات أو شو أبرز التحديات اللي بتواجهها هيدي العلاقة؟ خلينا نبلش نقول بداية إنه عدديا وإحصائيا العلاقة تكون إيجابية بين الحمى والكنة، نعم، عكس ما هو ظاهر بأفلام المسلسلات والحياة العادية. يعني هذا الواحد شيء بيفتكر حلو إنه نتعجب إنه علاقتك منيحة أنت وحماتك، لا، هي العكس صحيح، إنه نتعجب علاقتك مش منيحة أنت وحماتك، لأنه أكثر الأحيان العلاقة بتكون جيدة لجيدة جدا لممتازة. نعم، بس هي تحدي. لا، في طبعا كل شيء بده، يعني حال الاثنين في علاقه بيناتهم جيده او ممتازه، معناتها اشتغلوا على العلاقه. هلا اهم شيء بتيجي بفتره مرحله، خلينا نقول خطوبه اذا مش المواعده، يعني طالما الشاب والصبيه عم بيتواعدوا، في البعض بيروح عند الاهل وبزور، وفي البعض لما يصير في مثل ما بنقول حكي رسمي جدي، يعني انه في مشروع زواج، في مشروع زواج، بصيروا ساعتها بيتعاطوا مع العائلتين. في ناس دغري بيتعاطوا، كيف بيتعاطوا مع الاصدقاء؟ نعم، بيتعاطوا دغري مع العائله، صحيح، وهذا محبذ. يعني بقى خلينا نقول تنقول حدا من عائلات محافظه انه ما بصير في احتكاك وتفاعل مع عائلته او مع عائلتها الا وقت يصير في خطوبه مشروع زواج، فاذا هو الاكثار من الزيارات واللقاءات، ما دور الزيارات على البيت، اللقاءات، التفاعل مع بيت اهله، مع بيت اهلها. نحن هلا عم نحكي عن الكنه والحمى، مش عن الصهر والحمى، نرجع عم نحكي عن الصهر. بقى هون خلينا نركز على الكنه والحمى، انه قد ايه هي عم تتفاعل مع بيت عمها، مع بيت الحمى. هيدا ضروري، بقدر ما هو ضروري انه يتفاعلوا قبل الزواج بالقليله. دائما بنقول انه قبل الزواج بده يكون في تفاعل، ان كان تحت عنوان الخطوبه او تحت عنوان المواعده، تفاعل يومي او شبه يومي لفتره سنتين. معقول هالتفاعل اللي بيكون قبل الخطوبه او المواعده يكون تفاعل هيك مزيف، من بعد الزواج تتغير العلاقه كليا؟ بتصير حتى مع الاثنين، بين الزوج وبين بين الشريكين ممكن، صحيح، تصير بقى كمان مع بيت الحمى او مع الحمى. فلما يكون في سنتين مواعده او خطوبه قبل الزواج، معناتها قد ايه منها هيدي بده يكون مع الحمى، مع بيت العم، مع بيت الحمى، المفروض يكون رزق منها كبير. لما نقول لما نشوف بعضنا اذا خاطبين بشكل يومي او شبه يومي، معناتها بشكل اسبوعي بدنا نشوف، يعني كثير ضروري انه الواحد يحتك بشكل اسبوعي مع بيت العم، مع بيت الاحمى، مع اهل الزوج والزوجه، لانه هودي بده يصيروا جزء من عائلتي. نحن عائلتنا بمجتمعاتنا قريبه لبعضها، وشئنا ام ابينا في لهم دور، تيتا وجدو لهم دور اكيد. يعني الشخص بيرتبط بالعائله الممتده الكبيره، مش بس بالشخص نفسه، هيك بمجتمعنا. مزبوط. بقى هيدي العائله الممتده، الاكستندد فاميلي، ضروري انه الواحد يمهد لها. فعاده في قول بقول هلا انت رح تتزوجي، شو رح تتزوجي اهله؟ صحيح، انه بكون مثلا عندها بعض المآخذ او شيء، شيء حتى يقنع انه ما هو منتج هالعائله. بمعنى معنوي، ايه، عم تزوج عائلته. مزبوط. هلا عاده نحن بعمر وقت كنا، وهلا كتار بعمر العشرينيات، 25 27، بيركزوا كتير على مساله إيه، انا رح اتزوج اهله، لكن بعدين بيكتشفوا انه لا، مزبوط، نحن نتزوج اهله كمان. نعم. هي بتجي سلم، مش بتزوج اهله، معناتها انه انا ضروري زورهم كل يوم او كل اسبوع حتى، او اسمح بانه يتدخلوا بكل القرارات حتى. صحيح. لا، مش معناتها اتزوج اهله معناتها هن صاروا عم بتزوج اهله، بمعنى انه هو منتج هالعلاقه هي تبع اهله، وهو يتاثر فيهم حتى لو بذل جهدا الا يكون كاهله. اذا انا كان عندي مآخذ على اهله، نعم، كزوجته، معناتها انه قد في نسبه مئويه بعده بيحملها منهم. طيب هلا بنقول ما كل واحد من بيئه، مش يكون من نفس المدينه، من نفس القريه،
وربيوا بنفس القرية حتى وراحوا يمكن على نفس المدرسة أو مدارس متشابهة وفي بيئتين مختلفتين بالمنزلين أو بالأحرى بالبيتين. فهون بدك تستوعبي أنه حماتك غير. هلأ الحمل بتعامل أنه كمان إلى دور أنه مثل بنتي. هيدا شيء حلو بس شو عرفنا كيف علاقتها هي؟ في منها هيدا العلاقة لما حما تقول أنه كنت مثل بنتي. في منها بالحقيقة. في منها بالحقيقة. أنا في منهم بيقولوا أنه هيدا مجرد قول. هلا ممكن يكون مجرد قول قدام الناس على شرب قهوة ممكن تقول كنت مثل بنتي. نعم. ممكن. وممكن تكون انه عجاد مثل بنتها. طب بس كمان انه شو عرفنا كيف علاقتها ببنتها؟ يعني اذا كانت هي متسلطة على بنتها. نعم. لهالسبب عم نقول انه مفروض فترة الخطوبة الاكثار من الزيارات الى بيت اهل زوجي او الذي سيصبح خطيبي. سيصبح زوجي لحتى اشوف كيف التعامل بين بعضهم. لما تجي الكنة تشوف انه الحما هيك بتتعاطى مع بنتها. معناتها تعرف انه هي ليست مستهدفة. تعرف حالها انه انا لا يروق لي هذا التعامل ما بحبه مش مجبورة هديك بنتها مجبورة فيها اني من انا من مجبورة فيها مزبوط صحيح. نعم. لكن على ايه تعرفي انه هي هيك مع بنتها. نعم. اذا كانت متسلطة اذا كانت انانية اذا كانت هي متسلطة ومسيطرة على القرارات بتحاول انه تتمدد بسيطرتها على قراري على قرار ابنها وزوجته اللي هي انت بتشوفي كيف تحطي لها حدود مع زوجك بطريقه انه لا يقطع علاقته مع امه. وهذه مساله كثير مهمه اذا أكيد. عندك ما ياخذ ونفس الشيء بالنسبه ل اذا كانت العلاقه مع بنتها كثير منيحه وعم بتقول هي مثل بنتي وهي مزبوط تشعر وانا مثل معيتها شو بدنا احسن. نعم. اليوم دكتور حكيت عن نقطه كثير مهمه ممكن يكونوا ربيانين بنفس المنطقه وحتى نفس المدرسه بس لابد من انه يكون في اختلافات ثقافيه بالتربيه. اليوم كيف فيهم اذا فينا نقول الزوجين انه يكونوا عم بيتعاملوا بهالاختلافات الثقافيه اللي ممكن تكون عم بتولد صراع بمطرح او باخر بين الكنه والحما؟ لانه الكنه بتكون يعني مربيه على شيء ولا حما نفس الشيء. هي مسألة توقعات. ماذا تتوقع الحما من كنتها بالتربية خاصة عم نحكي عن ثقافة التربية عن 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 الثقافة المنزلية وترتيب منزلي حتى. نعم. يعني يمكن يكون الزوج قبلين انه زوجته تكون فوضوية مهنيا. هي هي ام ومهنة هي عندها كارير عندها مهنة وهيدي الترتيب المنزلي وكذا بيجي ثانوي. نعم. ولأمه لا هيدي بتجي أولوية. نعم. طب احنا بدنا شو بقول الزوج ما بدي شو تقول الحما. صح. بقى هون هو بده يعرف يرسم الحدود لعدم تدخل أمه بالموضوع بشكل إنه توصل لنتيجة إذا ابني هيك مرتاح وسعيد بزواجه فإذا أنا مرتاحة. بس مش القضية مش دايما هيك يعني كما ذكرت في أميات أحيانا بيبقوا هن حاطين توقعات وهن بده يختاروا إذا فينا نقول عروس. لا إذا هو قبلين إنه هي تختار العروس معناتها إنه على ذوقها كني على ذوقها. هلا في كتار في أمثلة طبعا مع إنه أمه هي اللي اختارت له إياها وهي اللي بدها إياها وصارت الحياة بيناتهم من جحيم. نعم. لكن لا تطاق. ليش ليش هالمعتقد اللي دايما سائد انه العلاقه بين الكنه والحما فيها تحديات فيها مواقف هيدا من شو نابع دكتور؟ هل نابع من اذا فينا نقول دراسات من قصص معينه مبني عليها؟ هي بالنتيجه انه الحما لما انه بده سعاده ابنه وهذا الابن يعني بده بتحبه انه يكون مرتاح بحياته علما انه لو ضل بالبيت حتى ولم يتزوج رح يكون في عنده عوائق ومشاكل بحياته. نعم. هلا بطبيعه الحال ممكن يكون عنده هموم ماديه يمكن ما عنده هموم ماديه لكن بتصير هون بتجي شخصيه الحما انه انا بعرف حدودي في كتار هيك وما بتعاطى خاصه بتربيه الاحفاد هن هيك بدهم وسدد لهم لهما النصيحه لكن ما بفرض رايي ما بتعرفوا تربوا. بقى هي هودي عم نستعمل كلمة امتداد extended family الأحفاد إن امتداد لإلي كحما بدي إياهم يتربوا مثل ما أنا بلاقي مفروض التربية أن تكون. معناتها هون عم تتدخل صارت بالتربية فهون من ضمنها إنه هودي بخصونا خاصة إذا كان ابني.
صحيح. يعني ابني يعني لما نعطي اسم العيلة انه ما هو دي من بيت فلان هو لقلنا هو لقلنا هلا البنت مع الصهر نعم كمان لكن يصطفلوا يصطفلوا بمعنى انه هو دي من بيت اخر من عائلة مش اخرى مش من عائلتنا كنية اخرى فاذا هون من عائلتنا ما بيحملوا اسم العيلة وبدنا اياهم يكونوا هيك نعم. شو هالام اللي ما بتعرف تربي مثلا هي مش انه ما بتعرف تربي هي تربي بطريقة تختلف عن طريقتك طبعا هني هيك مرتاحين معناتها نعم. هيك مفروض يكونوا انه مرتاحين هلا يمكن يوصل حتى لترتيب منزلي بمعنى انه في ناس بحطوا شوكي وسكينة على الطاولة في ناس بس بحطوا شوكي صحيح طيب اوكي انه هيدي ازمة كبيرة يعني قد ايه سخيف المثل هيدا مثل كتير بسيط لكن مهم لحدا بقول انه معقول بس بالشوكي انت بتستعملوا السكين لما جينا ضيوف نعم في عائلات هيك طيب هون تصوري الحما هيك والكنة هيك اليوم دكتور شو بترد على اذا فينا نقول للمقولة او اللي بنسمعه الشيء الشائع اللي بنسمعه اللي بينقال انه الكنة اجت واخذت الابن من امه لا هون ما هي حسب انه هل هن يتوقعوا اهل الرجل انه يضل يسمع منهم ما كان يسمع قبل كان عم يسمع تيرضيهم كان ساكن معهم مثل ما بقول بطنش نعم. على بعض الاشياء هيك البابا بده هيك الماما بده هذا شيء بيريح الماما ما بده زعل الماما اوكي هلا هون لا صار في كاركتير جديد صار في شخصيه جديده لهالزواج في انا وزوجتي نعم اخذته معناتها لانه اذا ما اخذ بنصيحه ما بيعتبروا انه اخذته منها بينما هو مفروض انه عليهم اثنيناتهم ان يبذلا جهدا انه لما اهله خاصه او اهله الاثنين اهله واهله لما سددوا نصيحه انه اوقات يعملوا بهالنصيحه اذا كانت تلائمهم وتناسبهم واوقات تاني يعملوا بنص النصيحه اوقات ما يعملوا بلا النصيحه ساعتها الاهل بيستدركوا انه ايه لما تلائمهم ويناسبهم عم يعملوا فيها مش كل شيء لا 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 يعني شوفوا شو في ايجابي النصيحه اللي عم تسددها الحما او العم ويعملوا فيها او ببعض منها نعم. لحتى لما نقول رسم الحدود هيدي رسم الحدود انه تدريجيا ترسم الحدود انه انتم فيكم تنصحوا نحن بنشوف شو بناسبنا نعم وبده يكون في مصارحه اذا كانت الأدلة السلطويه الحما بده يكون في مصارحه بين الابن والام ما يوقف قولي لها يعني شو قولي لها ماما ما امك انت احكيها يعني اذا كبت لها شي كلمه الحما او الكلمه بغير مكانها بولع مشكل نعم بقى لا انت اللي بدك تقول انه ماما حبيبتي القصه هيك 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 في اشياء نحن بنشتغل فيها في اشياء انا وياها متفقين عليها وهيدا رايي مش معناتها انه اذا ما عملنا بنصيحتك معناتها هي مسيطره علي بده يكون فيها المصارحه صحيح لهيك اليوم دكتور سوري بس كلمة سؤال حتى لو زعلت امه نعم قلت له اوكي مثل ما بدك هيدا ابتزاز عاطفي نعم بدك تعرف تميز للرجل عم نقول بالمساله انه امك عم تبتزك عاطفيا لحتى تضل عارفه انه انت ملكا لها بدك تقول لها انا ملك الكل ملك ولادي ملك زوجتي وملك ملك اهلي نعم هلا البعض بيقول اني انا مني ملك حدا بس لا هي ملك بمعنى انه انتمي انه انتمي وبحب نعم. انه تكونوا انه اسعدكم وابسطكم بحياتكم بهالمعنى ما انه عم نحكي عن دور الزوج او دور الرجل كيف فينا نقول الزوج بيلعب دور ايجابي بتحسين العلاقه بين والدته وزوجته خلينا نبلش من اول مرحله بين والدته وحبيبته بالمراحل الاولى اذا فينا نقول فتره الخطوبه فتره التواعد انه لما يصير في زيارات بس شو دور الرجل هون شو دور الزوج تحديدا دور الزوج الابن يعني نعم دور الابن هو مثل ما بقول تقريب بيناتهم معنى انه يعني لما يعطي مثل هنت مثل فكرة بسيطة لخطيبته الماما شو بتحب أو شو ما بتحب بس مش معناتها على حساب القيم تبع خطيبتي ما أنه أجبرها تعمل شيء لكن حلو الواحد أنا بعرف خطيبتي أكتر ما رح تعرفها أمي أو خطيبتي تعرف أمي بدي أنا أعرفهم على بعضهم شو بحبوا شو ما بحبوا ما أنه حتى تنال رضاها لكن حتى الواحد انه لما يقول اللي امك شو بتحب مش غلط نعم. مش معناتها انه انا الكني الخطيبه سافعل ما تقوله لي لكن بحب اخذ فكره عن امك يعني بتعرف على امك من خلالك نعم بقى ايه هون الدور بيجي والدور طبعا لما يصير يكون عارف فتره الخطوبه اذا ما في تمثيل فتره الخطوبه الامور ليست على ما يرام ايه بده يكون له موقف ما في يكون انه انا ضايع بين زوجتي او بين خطيبتي وبين امي غير ما تضيع نعم
زوجتك زوجتك از نمبر 1 يعني، حتى انه صارت هي اولويه بحياتك، يمكن امه تهته بخلص واضح مين صار الاولويه بحياتك. ايه معلوم زوجتي هي رقم 1 بحياتي، وامي هي كمان نمبر 1 بحياتي، ولما يصير في عندي اولاد هني نمبر 1 بحياتي. العاطفي للزوجه غير العاطفي تبع الام، ما حدا عم بياخذ من درب حدا. صحيح. اما ان اقول انه هلا لما صار عندي اولاد هني هون وبتجي زوجتي هون وامي هون، او 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 امي قبل زوجتي وزوجتي قبل امي، هذا منه مطابق للحقيقه المشاعريه والحياتيه. نعم. هو بالنتيجه اذا انا بحب امي معناتها شيز نمبر 1، ونفس الشيء زوجتي، ونفس الشيء ولادي. نعم. اليوم دكتور في كتير رجال بيتأثروا بآراء أمياتهم عن شريكة الحياة، اليوم شو بتحب تقلهم؟ بيكونوا مقتنعين فيها بس بيكون في عندهم تأثر كامل أو شبه كامل بآراء والدتهم. ما غلط يكون في تأثر، لكن قديه كيف يوم يمنعوا اليوم؟ لا بدو، ما هيدي انه عم بيتأثر بعد الزواج، عم نحكي قبل الزواج. قبل الزواج ايه. قبل الزواج الأهل الحماه الام الاهل بشكل عام مفروض انه يعطوا رايهم. نعم. يعني انا حلو الواحد يعرف راي اصدقائي وصديقاتي بشريكتي. نعم. اوقات بشكل مباشر او غير مباشر، واذا كان في مشاريع جديه حلو الواحد يعرف راي الاهل. ف ساعتها الاهل بدهم يعرفوا حدود الكلام. نعم. يعني الليل وعنا ما اخذنا هي كذا كذا كذا، 1 2 3 خلص بطلوا ترددون، خليه هو. وهذا ينطبق عليها كمان، انه هيدا اللي بده يصير صهرنا، ما اخذنا عليه هو هيك هيك هيك. طالما الاهل عم بعيدوا الكره ليه للتفكير، ما قلتوها مره ومرتين وثلاثه مش غلط، بس مش 4 و5 و6 وكل يوم وكل ما راح معها ورجع معها ترجعوا تقولوا بالاشياء المآخذ اللي احنا عنا. خليه هو يكتشف انه مش بس المآخذ اللي انتم عندكم اياها، في اكثر من هيك. ليه؟ لانه تركتوني انه اقدر افكر وركز على العلاقه. وهذا ينطبق كمان عليها، انه نعم. اهلها بيقولوا لها ما مناسب لانه لا يناسبك لانه هيك هيك هيك، خلوها لوحدها بدون الضغط غير المباشر. كل ما تكون قاعده معه عم بتفكر اهلي شو عم بيقولوا، بدل ما تركز على اشياء ويمكن تنفصل عنه او ينفصلوا لاسباب لم يذكرها الاهل، لانه تركوا لهم مجال انه يكون ذهنهم صافي لما يكونوا معهم مع بعضهم انه يتفاعلوا. نعم. يعني في دايما بيصير استعمالات عاطفية أو حتى عقلية، إنه الأهل بدهم مصلحتك، الأهل هن عندهم خبرة بيعرفوا أكتر منك، فلهيك نحنا ضروري نكون عم نعرف كيف الزوج بيقدر يتأثر أو حتى بيقدر يكون عم بيمنع وبيعمل كنترول على هالاستعمالات العاطفية اللي بيقوموا فيها الأهل، اللي أكيد مش عم نقول عنها غلط، بس دايما القرار بهيك شيء أكيد بيكون قرار مصيري. الماما والبابا او اختي او صديقي حتى. نعم. انه عم بشوفها وعم بتاثر علينا سلبيا. نعم. اليوم وقت هو العامل الاساسي لو حتى يدل على وعدم طمس المشاكل عندما تطفو الى الاعلى، مفروض انه بدل الواحد يجي يقمع هاي المشاكل، بالعكس انه عم تقمعها لشو؟ انه لحتى انت بدك تحلها بعد الزواج. نعم. بكره في غيرها بالزواج. اليوم مثل ما ذكرنا بالبدايه اي علاقه تتضمن تحديات، وهيك شوي اكسترا العلاقه بين الحما والكني، على الرغم من انه نفيت هذا الشيء بالبدايه دكتور. اليوم المشكل لما يصير على كل طرف، كيف فيكون عم يتعامل معه الكني والحما وحتى الزوج او الابن؟ اهم شيء انه باي مشكل بيصير كان بين الزوج والزوجه او بين الكنه والحما او بين المكان، انه ما يكون في انصاص، ما يكون في اهانات. اهم شيء الاهانات، اهم شيء النبره الصوتيه. في الواحد اوقات بيكون بيحكي بحديه لكن ما يرفع صوته، يعني لانه لا تعتبرها اما، والام كمان ما يدمنى بنتك قد ما قلتي بنتي ما فيك ترفع صوتك عليها. نعم. لان يمكن تقول لك انا امي وترفع صوتي علي، صوت علي ليه انت بترفع صوتك علي؟ فاذا السيطرة على المشاعر وعلى النبرة الصوتية واللغة الجسدية، وبعدين الواحد بيحكي بالاشياء مثل ما هي. نعم. ما في اجل الحلول، وفي مطرح معين بسوى هي ما تقولها الزوجة يقولها لامه، بنحكي عن كني والحما، وفي مطرح معين بتقولي لها لكنتك من خلال ابنك مش مباشرة، حسب شو الموضوع. لكن موضوع النزاعات سيحصل من وراء المصاري المادي، من يمكن تلاقي الحما انه انتوا عم تصرفوا كتير، حتى ممكن مرة موقف عابر تتدخل بشؤون مادية، شو عارفك شو حساباتهم. نعم. أو أنتوا قد هلأ تشتروا هيدي الشقة مش أفضل كان هلأ، هتتدخل حتى بالشقة اللي بدهم
يشتروها، شو عرفك انت مثلا اهلها شو سهامهم بالشقه هيدي او القرض اللي اخدينه؟ يمكن ما بده يقولوا لك، يمكن ما بده يشغلوا لك بالك، او يمكن ما بده يكشفوا عن، في ناس بتعامل الموضوع المالي بسريه صحيح حتى عن الاهل، مش غلط، وفي ناس مكشوفين كمان مش غلط، حسب هون تجي مفهوم العائله للماده. نعم. هل اشياء بنحكي فيها نحن فوق الطاوله او اشياء كتمان؟ كل عائله شيء. نعم. بقى يمكن العائله اللي هي لتنتمي الها جايه من سريه مصرفيه، من سريه ماليه، وعائلتكم بتحكوا كل شيء على المفضوح، انت ما عرفتي كيف دبروا امورهم. بقى ممكن يكون موضوع مادي، ممنوع مثل ما قلنا التربيه، ممنوع باي مدرسه اولادك حطيتيهم. صحيح. مثلا لا بتحطيهم المدرسه اللي انت رحتي عليها، لانه نحن كمان جغرافيا بنضلنا تقريبا ساكنين بنفس المحيط. او حطيتيهم يتعلموا لغه اجنبيه انجليزي او فرنسي. نعم. مع العربي شو؟ نعم. كمان بتتدخل بشي هيدا بالاختصاص الجامعي، ممكن الحما كمان تتدخل تبع حفيده او حفيدتها. نحن بنقول الاهل عليهم انه فقط يسددوا النصيحه لاولادهم بالاختصاص الجامعي، وعلى اولادهم هن انه يختاروا الاختصاص. صحيح. وهون التيتا كمان جاي مش عم تعمل نصيحه، عم تفرض كيف اذا كان الاهل اهله للزوج مطمنينه انه علم اولادك بالجامعه علينا، يعني اقساط الجامعيه علينا، هل هذا يعني انه حفيدنا او حفيدتنا صاروا رهن بما معناه لا صاروا رهن قرارنا بالاختصاص تبعهم، او هيدي هديه لانهم لا بظل الاوضاع الماديه؟ هودي نحن في كتار من الـ من الـ من الاهل بيعلموا احفادهم احسامهم بالمدرسه وبالجامعه، حتى لو اولادهم بساعتهم انه يعلموهم بيقولوا نحن علمناكم ما نعلم احفادنا وقدرتنا الماديه ان نفعل ذلك. نعم. يعني مفهومهم للورثه الماديه انه بدنا احنا نشوف احفادنا اولادنا مبسوطين بصرياتنا خلال حياتنا وليس فقط بعد وفاتنا. نعم. بقى بيدفعوا المدرسه، بيدفعوا الاقساط، منيح كثير حلو، على امل انه يكون في كثير عندنا منهم. نعم. بالوطن. نعم. لكن هل هذا يعني انه تتدخل باي مدرسه وباي جامعه وال صحيح. هون نقطة كمان بما انه عم نحكي عن تدخلات والخلافات، كمان لما يصير في مشكل بين الحما والكنة وتتدخل ام الكنة كمان وبيزيد التحريض هون، هيدي كمان بتصير تدخلات ممتدة، بما انه عم نحكي عن العائلة الممتدة. ايه هون عم تتشعب الامور. نعم. صار في جبهة اسناد. نعم. فلا هون المفروض انه اذا بتدخل الام تكون تدخل بناء، تدخل بناء اطفائيه. نعم. طفي الحريق، مش تزيد، لانه يعني كثير بنسمع حماتك وحماتك كثير سهل الهدم. نعم. الهدم كثير سهل، مقاطعه حياتيه من اهلها لاهله كثير سهله، بناء عمليات تواصل فعاله اصعب. صحيح. بس ما استسهل منقاطع هون ومنقاطع هون ومنقاطع هون، لا مفروض انه يكون دور ايجابي، يعني حتى لو اعتبرت ومظبوط ومعها حق الكنة انه اهانتها حاميتها، هون مفروض يكون في دور ايجابي كيف بدها ترمم الامور. نعم. اليوم دكتور بنهاية حلقتنا بأنه افتتحنا بشيء إيجابي أنه العلاقة والحما بناء على دراساتي علاقة منيحة عكس اللي بنسمعه بالمجتمع، وبما أنه كمان ذكرت أنه التواصل البناء والفعال بين الحما والكنة هو أصعب أنه يكون إذا فينا نقول عم ينعمل من المشاكل، شو هي نصيحتك اليوم للحما وللكنة؟ أحبوا بعضكم بعضا. نعم. هذه النصيحة الأخيرة. نعم. المحبة هي اللي بتضل الكل العوائق اللي من لسه بحياتنا ما. نعم. عم نحكي مع. نعم. ما في أعداء، في حدا صار من ضمن العيلة، صرنا عيلة وحدة، هيدا مفهوم العيلة الكبيرة الوحدة هو مفهوم صحيح. طيب إذا كان المحبة تضل الكل هذه العائلة الكبيرة، معناتها مفروض إنه أن نسعى، مش معناتها كل شيء بزول وطنش وانسى وما ترد، لا احكي فيها بمحبة. لما الواحد يحكي بمحبة معناتها ما في انسلس، ما في اهانات، ما في حقد، ما في ضغينة، معناتها قد تحل الامور بنسبة مئوية معينة، ما ضروري 100%. واذا ما انحلت مش غلط انه يكونوا عم يرجعوا لاخصائي، هيدا كمان لانه كمان شي استشاري اذا بدك روح عند استشاريات واستشاريين. صح. كمان صح. في استشاريات، استشاريين وسطاء بيكونوا مودريترز بالعيلة. صح. لحتى يشوفوا وين في خلل. هذا شيء ضروري. أنا بدي أشكرك دكتور رائد محسن، أخصائي إرشاد زوجي وعائلي، على معالجتك لهذا الموضوع وحضورك المميز دائما بمريم تيفي. شكرا لك.
مشاهدينا فاصل ونرجع.